أحبتي أخيتي، إن الذنوب والمعاصي باب كلنا ولجناه، وبحر كلنا سبحنا فيه، ولا ينجو من ذلك إلا المعصومون ممن اصطفاهم الله واجتباهم من الأنبياء والرسل. أما أنا وأنت وأنت فكلنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. وقال بأبيه وأمي: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم، رواه مسلم. فالوبال والهلاك هو الاستمرار على المعصية التي زينتها النفوس الضعيفة والشياطين الخبيثة. قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: يا أيها الناس، من ألم بذنب فليستغفر الله وليتب، فإن عاد فليستغفر الله وليتب، فإن عاد فليستغفر الله وليتب، فإنما هي خطايا مطوقة في أعناق الرجال، وإن الهلاك كل الهلاك في الإصرار عليها. أخي أخيه، لا بد من الندم والبكاء بسبب المعصية والإقلاع عنها في الحال، فالرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل. ولن تطيب الحياة إلا بالعودة إلى الله والتمسك بالدين. كثير هم المترددون، كثير هم الذين يقولون: ذنوبنا كثيرة، معاصينا غزيرة، فهل يغفر الله لنا؟ أقول نعم وبأعلى الصوت: يغفر الله لكم إن تبتم وندمتم ورجعتم، بل ويفرح سبحانه بتوبتكم وعودتكم، بل يحب التوابين ويحب المتطهرين. تأمل وتأملي معي في هذه الآيات وهذه الكلمات النبويات. قال الله: ورحمتي وسعت كل شيء. فالرحمة واسعة ونحن لا شيء، وهو أرحم الراحمين. تدبر وتدبري وتأمل وتأملي في قول الرحمن الرحيم: إن الله يغفر الذنوب جميعا. نعم، يغفر الذنوب جميعا، بل من كرمه ومنه وجوده يبدل السيئات إلى حسنات. قال سعيد بن المسيب في قوله تعالى: فإنه كان للأوابين غفورا، قال: هو الرجل يذنب الذنب ثم يتوب، ثم يذنب الذنب ثم يتوب، فالباب مفتوح، فالباب مفتوح، ويداه سبحانه مبسوطتان بالليل والنهار ليتوب مسيء الليل ويتوب مسيء النهار. قال الفضيل: قال الله: بشر المذنبين، بشر المذنبين، بشر المذنبين بأنهم إن تابوا قبلت منهم، وحذر الصديقين: إني إن وضعت عليهم عدلي عذبتهم. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي الصحيح: إن الله قال: من علم أني ذو قدرة على مغفرة الذنوب غفرت له ولا أبالي، من علم أني ذو قدرة على مغفرة الذنوب غفرت له على ما كان منه ولا أبالي ما لم يشرك بي شيئا. واعلم رعاك الله، واعلم بارك الله فيك، أن نبي الهدى والرحمة قال: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. فلنسارع بارك الله في الجميع إلى التوبة والندم والرجوع إلى الله. سارعوا بارك الله فيكم قبل أن نصيح بأعلى الصوت: رباه ارجعون، رباه ارجعون، فلا يستجاب لنا.